حرام عليكم حرام عليكم، ما ابي اموت ما ابي اموت. عطني الأغراض، عطني الدراهم، خلص يا أبوي خلص. يلا خذ حكومة حكومة. والله لا اذبح، ما لها داعي السكاكين، قسما بالله ما اعرفهم ولا ادري عنهم. اجل خلاص دز يا ابوي، لو يجيك جدار شقه. ابشر ابشر ابشر. الو الحق علي ابو عرب، طبت علي الحكومه. الو الو، سحب علي النذر الله لا يوفقه. وقف يا ابوي وقف. طيب طيب طيب، بس ليش ليش اوقف دقيقه؟ وقف خلاص 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 وقف. وين رايح؟ تعال. ابو عرب ومسكوه عقبي وحكموه بعد، يعني بيحضر هنا. الله يستر. انت غلطان، المفروض انك ما تدق عليه، اكيد انهم كانوا مراقبينك وبكذا وصلوا له بكل سهوله. وانا وش دراني؟ طيب انت تعرف شكله؟ لكن تقابله بوجهه الثاني، اكيد يا اهبل شايفني وعارفني. وبعدين انت وش مجلسك هنا؟ يلا قوم من هنا قوم. طيب دقيقه يا اخي، انت قايل لي تعال اجلس جنبي ونسني، وش فيك انت؟ خلاص اول قلت لك تعال، والحين وش اقول لك؟ اقول لك قوم. طيب ورق قلب قوم يلا. خلاص لا تنفخ خلاص. نفسيات قم يا رجال. سلام. وعليكم السلام. الغبي هذا لو ما اتصل عليه كما دروا عني، لكن تابعوني بعد الاتصال لين مسكوني وحكمني يا شيخ سنتين. اوف سنتين؟ بصراحه ما تستاهل يا ابو عرب، ما تستاهل. المفروض اكثر، لكن تهمتي استخدام، واعطيتهم كم اسم مروج علشان كذا خففوا علي الحكم. تصدق عاد انا اعطيتهم اسامي كل المروجين اللي اعرفهم، بس طلعوا كلهم مسجونين، حظي شين. كفو عليك يا النذل. جنت يا تبي تموت ولا تنخنق؟ تبي تموت ولا تنخنق؟ لا بذي ولا بذي. تبي تموت ولا تنخنق؟ تبي تموت؟ موت. تصدق عاد يا ابو عرب، تصدق ان السوق ماشي يا اخي اليومين هذه؟ السوق مره تعبان، مسكره من كل جهه. المفروض انك تستفيد من غلطاتك، تسمع ولا لا؟ وبعدين تخلي كل شغلك كله داخلي. داخلي؟ شلون داخلي؟ زباينك يجونك داخل البيت يخلصون ويمشون، ولا يطلع شيء خارج البيت، وانا رايح اسوي كذا اذا طلعت. اتحداك بصراحه، مخك شنقة، مخك بطل.
قبل سنتين كان لا يملك قيمة التذكرة بين الرياض والدمام، والآن وهو بعمر 25 يمتلك شركة سياحية بالرياض. ضيفي وضيفكم لهذا المساء رجل الأعمال الشاب ياسر محمد. أهلا وسهلا، حياك الله ياسر. الله يحييك وشكرا على الاستضافة. ياسر، بكل تأكيد لكل قصة بداية، ما هي بداية ياسر في عالم السياحة؟ توفيق من الله وأنا أخوك ثم من مجهودي. صحيح أني بديت بالواتساب، بس الحمد لله ربي وفقني وطلعت لي سجل تجاري، صرت أروح للمؤسسات والشركات الكبيرة أعرض عليهم خدماتي كمكتب سياحي. هلا يا ابن حلال، توني طالع أنا، ترك أزعجتني خلاص. طيب طيب، خلنا نشوف وضع السوق وأكلمك. مع السلامة. هلا والله ياسر، بصراحة واحشني، ودي أشوفك. ها؟ طيب ارسل لي على الوات. يلا جايك. هارد لك النصر. عادي طبعا عادي. يعني الكورة كذا يعني اللي. سلام. هلا وسهلا، هلا وسهلا، هلا ومرحبا. كيف الحال؟ وين الناس يو؟ موجودين موجودين. ارحب ارحب، جو غنايم. هلا والله، أصفرت وأنا ما رد. عندكم الغنايم كلها. الله يطول عمرك. استريح يا عم. استريح استريح، حياك الله. الله يحييكم الله يحييكم. الله يسلمك. أكيد اختفيت ليش؟ موجودين بس أشغال الدنيا تعرف أنت. يا ابن حلال يتغلى علينا. أما الله ما تغلى ولا شيء، لكن ظروف الحياة. الله يكون في عونك. الله عدو. بلاي ستيشن وتكسير روس كيف؟ لا لا مالي فيها مالي فيها. إيه. أجل بلوت. خلها وقت ثاني إن شاء الله. اللي تشوفه. قريب خلها خلها يا صاحبي. هي إيش سوت الحجوزات؟ أوه الله يذكرك الشهادة، حتى هو مسكر مني قبل شوي، يقول حجوزات كلها أخوي. عندك مصر، زبائنك يجونك داخل البيت يخلصون ويمشون. سيقا كسر روس من البيت يا؟ أكيد ما تكسرها، نكسر روسك إن شاء الله. إيش فيك عامل وضايق؟ لا أبد، بس اليوم ما ضبطت مزاجي. اها لا عادي، عدل مزاجك عدل مزاجك. اكيد خذ راحتك، احنا بعيدين عنك. لحول يا ابن الحلال، ما عندي، رح المهند. مهند ما عنده دفة. وانت ببلاش؟ والله ما عندي، ما امل عليك، تسلفني تدبرني تدفني. شكلك غثيث ونشبة، لكن اسمع، انا بنزل اخذ اغراض من المحل، خلك في السيارة بجيك. اوكي. وين المناديل؟ شو هذا؟ يا ابن الكلب. دراهمك. كفو كفو، اداك العيب. كم عندك؟ يلا يا ابوي انت، يا يلا تقعد تعد. وانت ما تبي لك بلاطه؟ لا ما ابغى بلاطه، ابي الصنف الثاني اللي قلت لي عنه. ابشر بعزك، خف شوي. ها ترى ما هي بحلاوه ذي، انت بالعمرك. ها يلا سلام يا زقرت. وفق. بكره اجيك اضبط لك الجو. اعطيك سلام. يا ليل مو بوكس هذا. قايل لك ما هي بحلاوه يا ولد.
30 34 35 36 37 38 500. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. عطني 20 جرام على السريع في زبون برا. طيب اسمع، سنع ب 10 جرام وقل له شويات كذا وتجيب له الباقي. ما هي بمشكلة، بس بالنسبة للدراهم نصيب يحط على جنب، اوكي؟ خلاص ابشر بعزك. يلا. موفق. اعطيني دفه لان حنقطع. فاتحها سبيل، انا فاتحها سبيل، اقول كل شيء بحقه. تو جاني ياسر وصرفته، لا عاد تضرب هنا عندي، تراك وسخت ام الشقه. قم قم شوف لك مكان يلا. وين تبغى اروح؟ سياره؟ حتى البيت ما اقدر اسوي فيه شيء. وانا وش دخل امي انا؟ كفيلك انا. راح شوف لك مكان يلا. نعم خير، وش تبين؟ وش فيك يا أخي؟ وين وديت الحليب حق البنت؟ لقيته منتهي صلاحيته ورميته. بعدين تعالي طبيعي، وش فيه؟ ليش ما تعطينها طبيعي؟ وش فايتك هنا أنتي؟ ما فيني والله العظيم، ما فيني يا ياسر. ما فيك؟ روح سربيها من البزبوز من أي مكان. خلينا عندي أشغال، خلنا نخلصها يلا، توكري. حسبي الله ونعم الوكيل. غلطان يا ابوي، غلطان. لا تدق على الجوال ذا. غلطان؟ وش اللي خلاك تدق علي؟ حمار انت. ها وش عندك؟ شوف لي مدخل معك. مدخل؟ وش مدخله؟ ابي اصرف معك واخذ حق راسي. ايه هذا نظامك. طيب ما هو مشكله، خلنا افكر في الموضوع وارد عليك. ودي نزلنا البيت. شوف. وش السالفة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ميت. الريحة هذه بالأمس فايحة، يوم طلعت في الزبالة والقى الرجال هذا ميت فيها. هذا كله من المخدرات، شكله أخويا رامينة. خير يا شباب، وش فيه؟ يا رجال هذا واحد ميت هنا. ميت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا مصاب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. شلونك؟ طيب؟ استر. آمني يا ابو عرب. يا عامر، انا عرفت انك تشتغل بالتخليص الجمركي، وقلت انك تنفعنا بشغلنا. اي شغل يا ابو عرب؟ الشغله دي تركتها من زمان. لا مو على كيفك يا عامر، اذا قلت لك شيء تسمع كلامي وتسويه. ابشر، وش المطلوب مني؟ في كمية كبيرة يا عامر داخل إلى البلد، وعندك واحد من أمرين، إما تشوف لنا أحد المسؤولين ياخذ فلوس ويدخلها، والأمر الثاني أنت بنفسك تدخلها بطريقتك الخاصة. سمعت ولا لا؟
من وين اشوف لك مسؤول مرتشي يا ابو عرب؟ بعدين انت خابر، الجمارك ما يمر شيء الا هم فتشينه. يا ابو عرب يا ابو عرب، انت شفت المقطع الاخير اللي انتشر؟ الجمارك طلعوا من وسط البصل الحبوب. تكفى فكني يا ابو عرب. يعني افهم من كلامك ما تبي تساعدني يا عامر؟ الا بساعدك يا ابو عرب، بس بدون شبهه. تكفى يا ابو عرب، انا ما صدقت على الله يتوب علي من هالامور. من اللي ساعدك يا عامر باول طريقك لين جمعت فلوس وفتحت المؤسسه هذه؟ انا بمجهودي يا ابو عرب، وانت بعد ما قصرت. وعلشان ارد لك جمايلك ابد، ادخل معي في الشركه وابشر بعزك، الخير واجد يا ابو عرب، بس انت ادخل معي. عامر نشوفك عن قريب. سلم عليك مهند. وش يبي؟ يبي نصيبه. خلاص قل له اذا طلع نتفاهم. هو مطول في السجن وامه تعبانه يبي يعالجها. قلت لك اذا طلع يجين ونتفاهم. لا تنسى انه ما جاب طريق وكلها لحاله. كل تبر انت وياه، ما جاب طاري علشان امسك فلوسه لين يطلع. زين عرفت اللي فلوس عندك، هات اجل. انت تفهم عربي ولا ما تفهم؟ خلاص اذا طلع يجين ونتفاهم، وبعدين ترى نصيبه قليل لان اخر كميات لفتها. دبرني بفلوس. طيب هذا نظامك؟ تبي تروح تشتري المرض؟ اقول رح تعالج، ترى اخرتها ترمي في زباله. يصير خير يا عامر، يصير خير. الله يقلعك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤال بس. ولد عمي عنده مؤسسة ملابس أطفال وكذا، بس إنها بالحرام. يعني هو رجال تاب ويبي يحلل فلوسه. شلون بالحرام؟ كان يبيع دخان. أعوذ بالله، جمع ثروته من الحرام وأصبح ماله كله حرام. أدري بس أنا أبي طريقة أحلل فيها، أقصد يعني هو يبي طريقة يحلل فيها فلوسه. لا يستقيم الظل والعود أعوج يا أخوي عامر. حتى لو يتبرع بجزء من فلوسه. حتى لو تبرع بجزء من ماله يا أخوي عامر، اللي سواه ولد عمك ما هو بهين. ولد عمك كان يبيع العفن، كم من شخص طريح الفراش الآن بسببه، كل ذولا ذنبهم على رقبته. انصح ولد عمك يا عامر اللي يتخلص من ماله كله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. طيب يا شيخ، هو يعرف رأس ماله، لو تبرع برأس ماله كله وبقى أرباحه ينفع؟ ما بني على باطل فهو باطل يا أخوي عامر. طيب طيب. سم سم سم. ها كلمت عامر وقلت أن أمي مريضة وعلاجها يكلف. إيه وقال لي قلب وجهك لين أطلع مهند نتفاهم. أمي ما راح تنتظر لين أطلع. يا أخي قلت له قلت له قلت له ان مهند مغطي عليك يا عامر عشان ما تنسجن، كان خله يستاهل وراسي اللي كنا راس معسل. والله بتندم يا عامر، والله بتندم. اسمع انا مقطوع، ما تعرف تسنى بالدين؟ امي امك تسنى؟ امي مريضه يا حيوان، انقلع يلا. والله نذبح، والله نذبح. راح تندم يا عامر، والله راح تندم. نسينا ناخذ جواله. ما عليك يا ابن الحلال، الجوال ما يلقط من المكان هذا. خله يستاهل، ذب امي الله يرحمها في رقبته. انا ما علي من امك تسمع ولا لا.